أهلا بكم متابعينا في حلقة جديدة من ريبوست، نتابع فيها أبرز العناوين التي تم تناولها على وسائل التواصل الاجتماعي. والبداية بالعناوين. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، سوريا في المركز 175 من أصل 180 دولة، وتصنف بين الأكثر خطورة على الصحفيين. ضمن الحملات العنصرية لترحيل السوريين من لبنان، السلطات تسلم شابا مطلوبا للاحتياط إلى النظام. وصفوها بمهنة البحث عن المتاعب، ويتعرض ممارسون لها لانتهاكات حول العالم، خصوصا في الدول التي تشهد حروبا. هي مهنة الصحافة التي لا يمكن ممارستها إلا بتمتع صاحبها بقدر من الحرية يتماشى مع جودة نقل الخبر وشرحه للمتلقي بصدق وحيادية. وسائل التواصل الاجتماعي احتفت اليوم 3 أيار بالذكرى السنوية 30 للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول عام 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة. يعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك عام 1991، وكان المؤتمر قد عقد في 3 أيار باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرة ومستقلة وتعددية. نتابع هذه الكلمة المتداولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. On this and every World Press Freedom Day, the world must speak with one voice. Stop the threats and attacks. Stop detaining and imprisoning journalists for doing their jobs. Stop the lies and disinformation. Stop targeting truth and truth tellers. As journalists stand up for truth, the world stands up with them. نعم، بينما الحالة السورية فلا تعتبر مهنة الصحافة فقط مهنة البحث عن المتاعب، بل هي أيضا مهنة المخاطر، إذ يتعرض كثير من الصحفيين للانتهاكات من قتل أو اعتقال بسبب الكلمة. وقالت رابطة الصحفيين السوريين بهذه المناسبة إنه بينما يحتفل العالم في 3 أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن الكثير من الصحفيين يقبعون في زنازين ومعتقلات النظام وباقي قوى الأمر الواقع. لافتة إلى أنه من المؤلم حقاً أن من بين قوى الأمر الواقع هذه من يدعي أنه منتمي لثورة السوريين ويدافع عنهم، بينما ممارساته وتصرفاته تشي بأنه أبعد ما يكون عن قيم الحرية والعدالة. أما الشبكة السورية لحقوق الإنسان فأصدرت تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، وقالت إنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 52 بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاما. كما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة لعام 2023 أن سوريا تقبع في المركز 175 من أصل 180 بلد بين الدول الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين العالقين بين القصف الدموي والاضطهاد من قبل نظام الأسد ونيران الميليشيات المختلفة، والذي جاء في مستهله. في هذا البلد الذي يعيش حالة حرب منذ ما يزيد على عقد من الزمان، يمنع الصحفيون من دخول بعض المناطق جملة وتفصيلة، ويظل باب التعددية مغلقاً تماماً أمام وسائل الإعلام السورية التي تعتبر أدوات لنشر الأيديولوجية البعثية، مما يدفع العديد من الصحفيين إلى المنفى. أما السفارة السورية في دولة قطر فكتبت على صفحتها في فيسبوك: في اليوم العالمي لحرية الصحافة تعاني الصحافة في سوريا من قيود جمة فرضها نظام الأسد، فمنذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963 حظر جميع الصحف المستقلة وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه، وتقلصت مساحة الحريات المدنية وتفاقمت مشكلات الفساد والفقر والانتهاكات بحق السوريين.
تتعرض وسائل الإعلام وصحفيون في سوريا للعديد من المضايقات والاضطهادات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل أيضا، ويتم حجب وتشويه الأخبار والمعلومات التي تخالف الموقف الرسمي للنظام. من المهم العمل على حماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في سوريا وتمكينهم من مزاولة مهامهم بحرية ودون تعرض للتهديد أو للاضطهاد وطرح وجهات النظر، كما يجب أن تتعاون المجتمعات الدولية لمساعدة سوريا على إعادة بناء البنية التحتية للإعلام وتشجيع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلاد. كاميرا تلفزيون سوريا أجرت استطلاعاً للرأي حول مهنة الصحافة في شمال غرب سوريا وعادت بالمادة التالية. رغم التحسن البسيط اللي صار على واقع العمل الصحفي في الشمال السوري، إلا أنه نحن نطمح يكون التحسن أكبر من هيك ومساحة حرية الرأي بالنسبة للصحفي وتحركه وعمله أفضل من هيك. نحن ما فينا نقول أنه في حرية صحفية مطلقة أكيد، لكن الواقع في أغلب المناطق، خلينا نقول الدول ما هو المناطق، هو أفضل من عنا، ونحن نتمنى نوصل لهذاك المستوى إن شاء الله في المستقبل القريب. إذا بدنا نقارن الوضع الحالي مع الوضع في السنوات السابقة، بصراحة نحن وصلنا لمرحلة جيدة بالترتيب العمل الصحفي. خلينا نقول اليوم إذا بدنا نقارن الوضع المحلي للإعلام بالوضع العالمي، نحن بمرحلة جيدة، ما وصلنا لمرحلة 100% من العمل، ولكن العمل عم يترتب شوي شوي، فإن شاء الله نحن رح نوصل لمرحلة جيدة من حرية العمل الصحفي بالمنطقة. هلا بالنسبة للمنطقة عنا هون، بما انه هي يعني السمة العامة تبعها انه هي منطقة نزاعات، فأكيد نحن ما في عنا حرية صحافي بشكل مطلق، ولكن بالمقابل عم بيكون في عنا تسهيلات للإعلاميين أو الصحفيين الموجودين، سواء كانوا عم بيجوا من الخارج أو حتى الإعلاميين المحليين الموجودين عم بيشتغلوا لجهات خارجية أو مختلفة، يعني بغض النظر. طالما الموضوع جاي على استقرار، فأكيد حيكون في عنا نحن حرية صحافي بالمستقبل بشكل أكبر. أكيد ما حتكون مطلقة، يعني نحن أكيد ما عم نحكي على شيء مطلق، ولكن مع استقرار المنطقة أكيد رح يكون في عنا جهات حتدخل حتشتغل، رح يكون في عنا أكثر من رأي موجود في الداخل، وهذا الشيء طبعا أكيد بيرجع لسياسة الإدارة تبع المنطقة اللي نحن موجودين فيها. بصراحة بالسنوات الأخيرة لاحظنا أنه كتير تعاون وتسهيلات عم بيتم تقديمها للإعلاميين الموجودين بشمال سوريا بشكل عام. هذا الشيء كنا فاقدينه، كنا بحاجته بالسنوات السابقة اللي كان فيها تضييق، كان فيها حملات اعتقال، كان فيها اعتقال مجرد بوست على فيسبوك على موضوع معين. هذا الأمر ما بيمنع أنه موجود في أخطاء، موجود في بعض التجاوزات، هي الموجودة بكل عمل أو بكل نشاط موجود بشمال سوريا، لكن بالغالب عم يتم تجاوز هي الأخطاء وحلها بشكل سريع جدا من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة الموجودة هون بالمنطقة. اليوم عندنا صحفيين عم يشتغلوا مع أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية الموجودة، فإن شاء الله يعني بالأيام القادمة أو السنوات القادمة رح يكون في مستقبل كتير مهم لهدول الناس بهي المنطقة. نعم، ومن التعليقات أيضا التي جاءت على هذا الموضوع، عبد الله الذي كتب: بلادنا من أخطر الدول التي تهدد سلامة الصحفيين الصحفيات، الآلاف قتلوا وعذبوا ثمنا لكلمة أو صورة، الرحمة والسلام لأرواح من ضحوا بأنفسهم والحرية للمعتقلين والمغيبين في سجون المستبدين الجبناء. بينما عبود فكتب أيضا تعليق وقال: اليوم العالمي لحرية الصحافة، نتضامن مع جميع المدافعين عن حرية الصحافة أمام محاولات تقييدها، ونقف بإجلال أمام تضحيات من فقدوا أرواحهم في سوريا والعالم خلال عملهم الصحفي. بينما حكم كتب تعليق آخر وقال: أينما اتجهت تصطدم بتعقيدات الإذن لعدة جهات لتكون هذه الكلمة عائق يواجه الصحفي بكافة أنواع التغطيات الإعلامية، وجميع الجهات تفرض حالات طوارئ على مقاسها. بطاقتك الصحفية وحتى اسمك الصحفي لا يخولك أن تقوم بعملك ونقل أي حدث صحفي. ونهى التعليق بدك إذن من فوق. نعم، العنصرية المتزايدة ضد السوريين في لبنان عنوان عريض يتصدر المنصات والتقارير ونشرات الأخبار، ويعرش بظله الثقيل فوق أكثر من 1.5 مليون سوري يعيشون في لبنان منذ العام 2012 تقريبا. في ظل وضع اقتصادي متهاوي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف باللبنانيين قبل السوريين،
ولم تتوقف الحملات العنصرية ضد السوريين من قبل بعض اللبنانيين خلال السنوات السابقة، ففي كل فترة نتابع نشرات الأخبار وتتابع أيضاً الحوادث العنصرية ضد السوريين من بعض الأطراف اللبنانية أو بعض الشخصيات سواء كانت سياسية أو إعلانية، إلا أن الأزمة الأخيرة والتي تكللت بترحيل 64 سوريا من قبل السلطات اللبنانية إلى سوريا، وذلك يومي 10 و11 من أبريل الجاري، من بينهم مرضى وأطفال وتسليمهم للفرقة الرابعة تحديداً. بحسب التقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، شملت حملات المداهمة مناطق مختلفة من العاصمة بيروت وبرج حمود وحارة صخر، وصولاً إلى منطقة وادي خالد والهرمل، مروراً بقضائي الشوف وكسروان في جبل لبنان. فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المرحلين تعرضوا للتعذيب بشكل وحشي جداً باستخدام العصي والكهرباء، فضلاً عن الإهانات النفسية والشتائم، قبل أن يتم بيعهم لمهربين ودفع مبلغ $300 عن كل شخص، وقد بقي الكثير في قبضة عناصر الفرقة الرابعة، وذلك لعدم توفر المبلغ المطلوب منهم. تفاصيل أكثر في المادة التالية لزملاء في قسم النيو ميديا. نصيحة: لا تقاربوا ملف النازحين بعنصرية. انت رئيس بلدية مش محقق بتستدعي نازح وبتعمل معه تحقيق وبتسأله ليش مجوز وليش مش مجوز ومين مجوز وهيدي المساخر. خي جفف منابع التموين، ما تنتظر من نازح مؤمن له كل مقومات الصمود بالبلد انه يفل. لبنان تحت وصاية سورية بلباس مدني يحكمه غازي كنعان جديد، وخريطة تظهر التوزع المخيف للنازحين. اليوم أنا معاشي أقل يد من يد عم يحصل عليه النازح السوري بلبنان. مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، إعادتهم إلى سوريا بصفتها مدخلا لبعض الراحة الاقتصادية، بما أن هناك تركيز اليوم في الخطاب الإعلامي والسياسي اللبناني على لوم اللاجئين السوريين. اليومين صار في يعني مشكلة لها علاقة بالنازحين، صار في نشر أعداد يعني صاروا مليونين وشي، صار في مشكلة لها علاقة بالجيش اضطر إنه يرحلون بالقوة. هاي أزمة خلص وصلت على الآخر، ما بقى تتحمل يعني شعرة إضافية، ما بقى في أمل إلا بالسلطات اللامركزية، بالسلطات المحلية اللي هي البلديات. كتار من الدول العربية عم بجربوا ينفتحوا تحديدا على بشار الأسد، ليه؟ معتبرين إنه ما في شيء تاني بينعمل بسوريا يعني. بشار أسد جد سياسي لا أمل بقيامه.
نعم، بينما من الحالات أيضا التي تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي فيديو انتشر لشقيق أحد الشبان السوريين الذي تم ترحيله إلى سوريا وتسليمه إلى النظام رغم أنه مطلوب للاحتياط ولديه أوراق إقامة رسمية. نتابع هذه المادة من إعداد الزملاء في قسم نيو ميديا بتلفزيون سوريا. منذ 6 أيام تقريبا تكلمت بأحد الفيديوهات عن أخي الذي أتيت معه من دير السور إلى لبنان، وللمصادفة قام الجيش اللبناني بمداهمة أحد المخيمات التي يقطن بها، وتم تسفيره هو وبعض الأخوة السوريين بعض الشباب وتسليمهم إلى أحد النقاط التابعة للنظام السوري على الحدود اللبنانية السورية في أحد الألوية، ولم تردنا أي أخبار تطمئن عن حاله إلا في اليوم الأول قد أخبر زوجته بأنه في أحد الأفرع التابعة للنظام على الحدود السورية. هو شرعيا في هذا البلد في القطر اللبناني، لكن لم ينتظر العساكر صباحا في المداهمة أن يأتي بأوراقه الثبوتية حتى يبرزها لهم. قامت زوجته بإلحاق أوراقه لأحد المخافر التابعة لقضاء زحلة، لكن قالوا لها قد تم تسفيره. تكلم معي أحد الضباط على ما قال، لا أعلم إن كان مدني أم ضابط، وقال تم نقله إلى أحد النقاط التابعة داخل الشام. أخي مطلوب احتياط منذ 3 سنوات، لا أعلم إذا كان ساري المفعول أم لا، هو من مواليد 83. لا أعلم ما هو الحل الآن، هل أناشد الدولة اللبنانية أم أناشد الأمم المتحدة؟ وللعلم هو مسجل لدى المفوضية منذ عام 2013 ولديه ملف وإقامة، أم أناشد المجتمع العربي؟ أم أناشد الجامعة العربية الهزيلة؟ أم أناشد السعودية؟ أخي كحال باقي الشباب السوريين، هو الموضوع ليس إنصاف، لكن لا مواثيق لا أمان، لا تستطيع أن تتكلم مع أحد. تكلمت مع كثيرين من السماسرة التابعين للنظام وكلهم يوجد لديهم عروضات مادية وليس لهم مصداقية. لنا سابقة مع هذا الأمر في كثير من الأصدقاء والأخوة والأقارب الذين فقدوا إلى هذا اليوم منذ سنوات بعيدة، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من بقي في السجون ومنهم لا نعلم عنه شيئا. لا أعلم ما هو الحل، أعلم إن الله فوق كل قانون، والحمد لله على كل حال. ومن دير الزور حيث تم تداول هذا الفيديو لشراء شاب حيوان الرفش المهدد بالانقراض بمبلغ 30,000 ليرة ليعيده ثانية إلى مياه نهر الفرات. هذا رفش مو؟ هات 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 هات. هذا الرفش ليش تريده؟ 30. يا كل ناس صيدين واحد بكرة ينقرض ما ظل بالفرع منه شيء. 30,000؟ خيال اشتريته. وحسن شو راح يسوي بي؟ هاته أريده. اشتريت الرفش شو عمي؟ عرفتوا لا تخاف عرفتوا مني لا تخاف عرفتوا عرفتوا لا تخاف لا تطول بالك طول بالك لا تخاف لا تخاف عرفتوا عرفتوا 30,000 30 عبود لا تزود 30,000 أنا ماني رايح تاكله عرفتوا شلون عرفتوا شلون خلاص خلاص بس 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 صورتك عمي لا تخاف لا لا تخاف ترى راسه ما يصير عليه بس 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 السلام عليكم يا الربع. كنا جماعتنا صيدين الرفش وشاوينه واتشلينه، وهذا القلق قرب ينقرض بالفرات لأنه ما يوجد غير بنهر الفرات وبدجلة بالعراق. شوفوا والله العظيم اشتريته ب30,000 وراح أهده بالفرات راح أرجعه على المي. شوفونه هذا هو رجعه على المي بالصفر. حط هنا الحصى حط 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 هنا الحصى حصى حصى روح 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 مشي روح الله معك روح إن شاء الله تهرش وتطرش راح في سبيل الله. النار صادي لواحد واجلين وش بيه لحم الغنم يشكي من شيء لحم الدجاج يشكي من شيء يلا حيا والله. نعم، هل طعام السوريين نظيف ويستحق الشراء؟ سؤال وجهه الدكتور المصري أحمد أشرف على صفحته في فيسبوك وأجرى اختباراً لمكونات سندويش شاورما من أحد المطاعم السورية في مصر، وكانت هذه النتيجة. نتابع.
مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة ريبوست، شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم غدا بأخبار جديدة، دمتم بخير، إلى اللقاء.